أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأعزاء، مشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج حوار مفتوح. مشاهدي الأعزاء، مقليم كردستان في هذه الأيام يشهد حركة نشطة جدا في مجال الدعاية الانتخابية. المرشحين في كل الأحزاب والقوى السياسية تعمل على شلون على رجل وساق في أن توصل أفكارها ومشاريعها للمواطن من أجل انتخابات واختيارهم من قبل المواطنين. وكل حزب بصراحة يؤدي اللي عليه ويقدم يعني مشاريعه ويقدم الصورة اللي راح يقدمها للمواطن في المستقبل من خلال عمله داخل البرلمان. في ناس مجربين، شفنا احنا الصور، افترينا في الشارع وشفنا المرشحين والاسماء والاحزاب. في ناس كانوا سابقا في البرلمان، وفي ناس وجوه جديدة كثيرة في البرلمان القادم او المرشحين للبرلمان القادم. ضيفتنا اليوم السيدة منى قهوجي، نائب رئيس برلمان كردستان السابق اللي انتهى في الوقت الحالي، وايضا نائب رئيس حزب الاصلاح التركماني. اهلا وسهلا. اهلا بك، تشرفنا. سعيدا جدا ان نشوفك. مشكورين. الله يسلمك. انت من يعني دوره سابقه، يعني مجربه. دورتين. نعم، يعني ضامن الدوره الرابعه والدوره الخامسه. الدوره الرابعه العضو والسادسه مضمونه. والله ان شاء الله باذن الله. باذن الله. يعني تحسين من خلال عملك، من خلال بصراحه مثل ما تفضل حضرتك، الانتخاب فرصة للمشاركة في عملية الانتخابية. بالنسبة للمكون التركماني من ضمن مقعد الكوتا عددهم كثير. كم مرشح؟ 14 مرشح لمقعد واحد. يشاركون في العملية الانتخابية 14 مرشح من ضمن مقعد واحد. حزبكم كم مرشح؟ حزب إصلاح التركماني واحد مرشح. بس انت. نعم. فنحن قررنا بمشاركة هذه الانتخابات، وذلك ضمانا لحقوق المكونات، بالضبط المكون التركماني، لأن سبق أن قرار المحكمة الفيدرالية صدر من قبل هذه المحكمة قرار سياسي، فهذا القرار أدى إلى الشعب التركماني بالأخص، لأن تقسيم المقاعد ليس من مصلحة المكون. جد كان عندكم كم مقعد؟ 5 مقاعد عندنا. كان في السابق 5 مقاعد عندنا، كنا في الدورة الرابعة والدورة الخامسة. ولكن في هذه الدورة بقرار السياسي أدى إلى تقليل عدد المقاعد بمقعدين، مقعد لمحافظة أربيل ومقعد لمحافظة السليمانية. ولم يكن هناك أي توازن بين هذه المقاعد، يعني المقعد الأربيل الذي خصص للمكون التركماني عدد نفوس التركمان متواجدين 90% في محافظة الأربيل، أقل من 10% في محافظة السليمانية. طيب أنتوا كمكون تركماني وأنتوا عندكم الثانية أغلبية في كردستان أعتقد. بالضبط. طيب ليش أربيل. في أربيل عفوا، حتى في كردستان يعني تعتبرون. نعم. أغلبية ثانية. طيب أنتوا ليش ما دخلتوا هيك يعني كمواطنين، وليش كوتا؟ لأن في إصدار قرار بإلغاء مقاعد الكوتا في أول جلسة من جلسات المحكمة الفيدرالية، تم إصدار قرار بإلغاء مقاعد الكوتا، فإثباتا لوجودنا إن لم يكن لدينا أي صلاحية بإلغاء مقاعد الكوتا ولم يأخذ نظرنا من وجهة نظرنا، كان شيء غير قانوني، لأن نحن لم نطالب. يعني ما مقدر رأيكم حتى ما أكو استشارة. نعم. لا أكو استشارة ولا أخذ وجهة نظر المكون التركماني، فقط بمصلحة القرار السياسي، مصلحة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني صدر هذا القرار، لأن الشكوى صدر من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من قبل الكتلة التي كان في الدورة الخامسة سيد زياد جبار. فهذا القرار قد هم تركماني هو؟ لا، كردي. هو كردي. كردي. اتحاد. نعم. ففي هذه الحالة عندما صدر هذا القرار، الشعب التركماني فكر بأنه يؤدي إلى أذى ويؤدي إلى إضطرابات. هذه الإضطرابات قد يؤدي إلى الشعب التركماني
سوف يكون ضعيفا في المشاركة الفعالية السياسية في الإقليم الكردستان، لأن نحن لم نطلب من المحكمة الفدرالية بإعادة النظر في المقاعد الكوتا أو إلغاء المقاعد الكوتا أو تقليل أو تقسيم مقاعد الكوتا إلى عدد المحافظات. فهذا كان فقط من مصلحة الحزب السياسي، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كان نعم. فبعد ما صدر القرار، نحن كحزب الإصلاح التركماني كونا كحزب مجاز على مستوى الإقليم وعلى مستوى العراق، فانعقد المؤتمرين على مستوى العراق ولدينا إجازة حزبية. ففكرنا إن هذا القرار الذي صدر من المحكمة الفدرالية بالمقعد الواحد للمكون التركماني في ضمن محافظة أربيل، فإذا قمنا بسحب هذا المقعد ونشارك كحزب سياسي فهذا يدل على إن إفساح المجال لجميع الأحزاب السياسية من وجهة نظرهم يريدون التلاعب مع أفكار المكونات. فلهذا عنيدا لهذا الموقف قمنا أصرنا، يعني أصررتوا أن تبقون في هذا الموضوع الكوتا، يعني أنتم كحزب يمكن إذا شاركون كحزب بالضبط. سياسي هم عندكم مقعد أو مقعدين 100%، بس شاركت الكوتا، شاركنا الكوتا عنيدا لعدم إشغال هذه المقعد لمصلحة الحزب الآخر. أها نعم. طيب هنا اثنين، واحد من سليماني واحد من أربيل. نعم. أكو مرشحين هنا في أربيل من أحزاب يعني أفكارها أو أهدافها تختلف عن أفكار وأهداف حزبكم يعني كتركمان؟ بالتأكيد بعضهم مشاركين، كل حزب لديه نظام داخلي ولديه أفكار مختلفة ولديه برنامج عمل سياسي مختلف، ولكن الهدف يؤدي إلى تعزيز الحقوق المكونات، أساسي هذا النقطة. طيب ليش ما جمعتوا على شخصية واحدة أو شخصيتين بالأكثر يعني؟ لم يوجد أي اتفاق على جمع مرشح واحد. يعني قعدتوا اجتمعتوا؟ احنا ما قعدنا، لأن بعد ما صدر بقرار المحكمة بمكون التركماني مقعد واحد المحافظة الأربيل، فبعض الأحزاب مشاركين الآن في الانتخابات وبعضهم الشخصيات مشاركين، ولكن هذا الانتخاب ليس مثل انتخاب الدورة السابقة، الدورة الرابعة أو الدورة الخامسة، لأن بحكم تقسيم المقاعد البرلمان 100 مقاعد، 95 مقاعد للمقعد العام و4 مقاعد المقاعد الكوتا نعم، فهاي الـ5 المقاعد العفو، هذا يدل على أن أي شخص إذا لم يكن خلف سياسي ولديه ما عنده خلفية سياسية نعم وما عنده أي تجاربات سياسية ولم يشارك في الانتخابات السابقة ولم يكن معروفا صراحة معروفة سياسية ولم يتواجد في العمليات السياسية ويناضل ميدانيا شوية صعب. أريد أوصل إليك إلى فكرة أو صورة معينة نوجهها للأخوة التركمان موجودين في إقليم كردستان. نعم. يعني أنتم مكون واحد وكلكم ديانة واحدة، 14 أنا أشوف يعني كم كبير من 14 شخصية تركمانية على مقعد واحد، يعني ما قدرتوا تجتمعون وتقربون الأفكار. إذا أنتوا يعني مكون تركماني موجود في كردستان ما قدرتوا تلمون نفسكم وتسوون مرشح ومرشحين، شو راح تلمون التركمان في العراق أو في لا هاي غير قضية، لأن هسه الأحزاب الكردية هم أيضا أكو عديد من الأحزاب، ليش ما يقدرون يشكلون قائمة كردستانية؟ نعم أنتوا أقلية ما يخالف، لأن أكو توجهات والأفكار مختلفة، يعني توجهات سياسية مختلفة، لأن حزب إحنا كحزب الإصلاح التركماني أكو أحزاب تركمانية الأخرى المشاركين، يعني ليش يوجد عديد من الأحزاب في الإقليم كردستان؟ لابد يوجد آراء والأفكار مختلفة. أوكي يكون آراء 2 3 4 آراء بس مو تسع أو 14. ما كان يقتنعون بالسحب الأعضاء. فإحنا هم كم شخصية منفردة مقدمين؟ فقط حزبين من الأحزاب الباقي كلهم منفردة؟ نعم كلهم منفردة، يعني 12 مرشح منفردين من تركمان هيجي معانديكم دول ال 12 ومقابلين يطلبون والمقابلين ده يطلبون ويريدون يفوزون يعني زي طيب هذا شخصية هيجي متوقع أنه يعني بالعكس أدعم مرشحين بصراحة معروف. الانتخاب إقليم كردستان الدورة السادسة
يراد العمل على شكل مجموعات، يعني لازم عندك فريق، عندك مجموعة، عندك جروبات للإعلام، عندك جروبات للاجتماعات للتنظيمات. طيب. لازم تشتغل على الفكر الإنسان شخص واحد، مو إلا تجمعات. صحيح تجمعات لدعاية انتخابية بها أثر، ولكن والأثر الأساسي الشغل على على شخص واحد، يعني فكر واحد كلش مهم بالنسبة لنا. لازم إحنا يوميا نروح يم الأشخاص مو إلا تركمانيا، أي شخص متواجد في إقليم كردستان سواء كان كردي أو تركماني أو مكون أخرى، ده يقتنعون يدلون أصواتهم بالمرشح من النبي القهوجي، إحنا ده نطلب من عندهم. زين، تحسين نفسك أنت كمنى قهوجي في دورتين سابقة قدمتي ما ينفع أو ممكن أن يرشحك في الدورة يعني الجديدة؟ يعني أنت شنو اللي قدمتيه في الدورتين السابقة حتى هسه نحكيه قدام الناس؟ نعم. ويعرفون الناس أنه أنت قدمتي شيء ممكن في الدورة السادسة الثالثة راح تطوريه أو تزيدين أو في مطالب. بصراحة النضال يشهد على أفعالنا وعلى أعمالنا شخصيا طبعا، وكحزب إصلاح التركماني كان لدينا موقف إيجابي في كل المواقف. إذا كان إقليم كردستان يحتاج إلى أي موقف إيجابي، الحزب الإصلاح التركماني كان لديهم موقف ثابت. فنحن كمنى القهوجي في دورتين، الدورة الرابعة والدورة الخامسة، قدمت كل الخدمات للشعب الكردستاني بكامل مكوناتها. قدمت كل المشاريع اللي إجا بالبرلمان، قدموا لمناقشة هذا المشروع. المشروع كان يخدم الشعب الكردستاني، نحن كنا معه. وبالضبط كالمكون التركماني في الدورة الخامسة كان لدينا دور فعال في إصدار قرارات بتعيين بعض المناسبات التركمانية من قبل البرلمان إقليم كردستان. صدر قرار من قبل البرلمان إقليم كردستان وأصبح هذه المناسبات مناسبات رسمية، يحتفلون جميع الأحزاب والمنظمات والأشخاص والشخصيات التركمانية بهذه المناسبات. 25 شباط كيوم الصحافة التركمانية، و17 11 يوم التعليم والثقافة التركمانية. فكنا نريد أن يكون لدينا عطلة رسمية يوم واحد كعطلة رسمية كعيد القوم التركماني، نحدد في يوم من الأيام. فهذا اليوم عندما نريد أن نحدد يوم من الأيام يجب أن يكون لدينا أي موقف الوطني. كنا متفقين وقدمنا المشروع، ولكن مع الأسف البرلمان ما صوت نحل. زين، أقول هل ماخذين حقوقكم في المؤسسات الحكومية؟ نحن كمكون التركماني لدينا مشاركة في الحكومة كوزير مكون، ولكن ليس من طموحاتنا، لدينا استحقاقات أكثر. فهذه الدورة يجب مشاركة المكون التركماني مشاركة فعالة وحقيقية، أي مشاركة من ضمن رئاسات الحكومة إقليم كردستان ومن ضمن رئاسات إقليم كردستان. ويجب إعطاء فرص للمكون التركماني باستحقاق الوزارات السيادية لكي يستطيع أن يخدم للشعب الكردستاني بشكل عام والشعب التركماني بشكل خاص. طيب، موقفكم أنتم بجانب أكيد مع الديمقراطي؟ إحنا متحالفين مع الحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي وعندكم تحالفات من زمان، يعني حتى بالدورات السابقة كان عندكم. من التاريخ عندنا تحالفات. مو إلا تحالفات من ضمن مصلحة المشاركة في الانتخابات. نحن احكي لي هذا التاريخ. نحن كشعب التركماني يعود إلى تاريخ طويل جدا. يعني آباؤنا وأجدادنا كلهم كانوا يتعاملون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني كحزب متحالف، لأنه يحمي حقوقنا ويدافع عن حقوقنا ويدافع عن شرفنا ويحترم مصالحنا. مبادئ مشتركة بالضبط، لأن مبادئ المشتركة من قبل العلاقات الاجتماعية. أيضا أكو تساهل. ويعني نحن كمكون التركمان متحالفين مع الحزب الديمقراطي الكردستاني،
من أجل لمصلحة المكون التركواني وليس من أجل مصلحة الحزب الديمقراطي. إحنا عندنا بالعربي نقول خال وابن أخت. بالضبط. إيه هذا شوية بها يعني فخر. طبعاً. إيه الخال وابن الأخت. نحن فخورين بهذه. تجدون أنه الحزب الديمقراطي الكردستاني سندا لكم في العملية الانتخابية وأيضاً في أعتقد بالدعم. خطابات السيد المسعود السيد مسعود البارزاني. بالنسبة للمكون التركماني كالزعيم الزعيم بصراحة شخصيا السيد مسعود البارزاني يدافع عن حقوق المكونات المكون التركماني والكلدان السريان الشريو أرمان وهذا الموقف ثبت وليس فقط على الشعارات صح. نعم ثبت بعدم إعطاء الفرصة لحزب الديمقراطي الكردستاني بالمشاركة في الانتخابات طالما لم يرجع حقوق المكون التركماني والمسيحي بيعطاء مع مقاعد الكوتا. والله سيد مسعود بارزاني منطي كل المكونات وكل الموجودين عرب كرد تركمان والحمد لله ما أخذين راحتهم. نحن ليست أملك ولكن هذه حقيقة صراحة. نحن من استحقاق المكون التركماني نائب رئيس البرلمان في إقليم الكردستان الدورة السابقة هذا شكر من الله ولا كان لا هذا شكر من الله من طلب السيد مسعود البارزاني كهدية للمكون التركماني يعني بالنظم إذا نشوف العملية الانتخابية على تقسيم المقاعد واستحقاق الوظائف النظام السانتليغو لما كان نحصل على هذه الوظيفة ولكن هذا السيد مسعود البارزاني طلب من حزب كمكافأة للمكون التركمان بيعطاء هذه الفرصة يكون نائب رئيس يكون نعم نائب رئيس البرلمان إقليم برلمان إن شاء الله نائب رئيس المرة الإقليم كردستان يصير من مكون التركماني كنائب برلمان لازم يكون من مكون التركماني واستحداث في هذه الحقيبة نعم الحكومية استحداث وزير كمكون التركماني هذا استحداث الوزير نعم موجود الآن من ضمن متطلبات السيد مسعود البارزاني. نروح فاصل. نعم. مشاهدي على هذا فاصل قصير رجع نكمل حديثنا مع السيدة منى قهوجي خليكم ويانا. نعود وياكم مشاهدين الأعزاء ونكمل حلقة اليوم الحوار مفتوح وضيفتنا السيد منى قهوجي نائب رئيس برلمان كردستان لدورتين الرابعة والخامسة وأيضا نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني في أربيل الحزب لا. وفي العراق في أربيل العراق أسألك دعم الحزب المادي أكيد كل حزب تمويل أو دعم مادي نعم حتى يعرف المشاهد نحشي بصراحة بصراحة دعم المادي لحزب الإصلاح التركماني لغاية 2014 دعم من ضمن حكومة إقليم كردستان من ميزانية حكومة إقليم كردستان بعد ما صدر قرار من العراق من الحكومة العراقية بانقطاع الرواتب والميزانيات إقليم كردستان من 2014 لحد الآن ماكو أي تمويل للحزب تمويل الحزب لا يوجد أي طرف سياسي يدعم هذا الحزب تمويل ذاتي تمويل ذاتي طيب مو الأحزاب لازم تمويل مباشر حتى من الحكومة الاتحادية يعني هو في ضمن قانون الأحزاب من ضمن قانون الأحزاب نحن كحزب إصلاح التركماني مجازين من قبل دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في العراق وتابعنا هذا الموضوع هناك في قانون أكو مادة يقول إن لم يحصل أي مقعد برلماني في مجلس النواب العراقي ليس من استحقاق هذا الحزب أن يدعم أن يكون لديه دعم أن يكون لديه دعم مالي نعم فهذا القرار يعني شوية يغبن أها نعم نعرف الجمهور على منى قهوجي مواليد أربيل نعم منى نبي قهوجي من مواليد 1987 ولادتي أربيل خريجة قانون اشتغلت بالقانون بالمحاماة
سنتين اشتغلت قبل ما أصير محامي، اشتغلت في قسم المعلمة، كنت معلمة في المدارس حوالي 10 سنوات، وبعدها اشتغلت سنتين في المحاماة. ومن سنة 1995 شاركت في العملية السياسية وأخدم شعبي. ويا العمل. ويا العمل. بعد حكينا بحياتك. صراحة والدك شنو كان؟ والدي اسمه نبي نادر، مدير امتحانات في التربية إقليم كردستان، والآن متقاعد. والدتي مرحومة. الله يرحمه. الله يبارك فيك. ونحن 4 أخوات. 4 بنات؟ لا، 2 ولد 2 وأخوات. نعم، 2 بنات. أنت كبيرة؟ بس الآن بوحدة أشتغل في العملية السياسية. الباقي؟ والباقي كلهم شغلهم. كل واحد بشغله. كلهم. بعضهم عندهم وظيفة. بعضهم ده يشتغلون كشغل شغل أعمال. أنت الكبيرة؟ إجارة. أخويا الكبير أكبر من عندي. بس سنتين. أنت مسيطرة بالبيت. مو أنا مسيطرة، بس هم يحترمون آرائي. بحكم كأني دا أشارك في العمليات الانتخابية ولدي خبرة سياسية، فبصراحة يحترمون آرائنا. فإحنا السيطرة هو الأب. بالنسبة إنك العادات والتقاليد يجري في عائلتنا لحد الآن. لحد الآن الأب أكبر من عندنا، الحشي أكبر. الأب هو اللي يمشي. نعم، يسري على كل الأوامر والتعليمات. وهسه ما زوجته متوفية وما عنده مرأة، فحاطكم بباله. لا، هو هسه إذا مو مزوجة إحنا 24 ساعة وياه. أي. إيه، فيعني يومية نزورها، لأن هو مو إلا أب. هسه منو وياه بالبيت؟ أخوي الكبير. حلو. نعم. زين. هسه مو إلا يعني أبويا بس، الأب هو صديقي. ممتاز. صديقي اللي يعني عمر. لحد الآن بعد ما زوجت علاقات مستمرة. أكو شغلات دا أحكي مع أبويا يمكن ما أحكي ويا أي أحد. يعني عندنا علاقة قوية. شو عندك أطفال؟ عندي 2 ولد و2 بنية. نفس الشيء. إيه. زين. الله يسلمك. فكلهم دا عندهم دراسة. بعضهم بالمدارس الابتدائية والوحدة بالكلية. ما شاء الله. إيه. فالحمد لله وضع. عندك بنت كبيرة يعني. إيه الحمد لله. فبالنسبة للوضع المالي مستقر الحمد لله، لا عالي ولا ناصي، متوسط. الحمد لله. الحمد لله. شنو نقدر نمشي أمورنا. شنو مشروعك أنت أكيد كحزب وكشخصيا؟ نعم. من تجين تدخلين في عمل انتخابي أو في عمل سياسي، أكو مشروع بالضبط أو أهداف راح توعدكم، شنو المشروع اللي أنتم؟ هو أهم شيء بالنسبة لي لإقناع الناخب. بالضبط. أكيد. أهم شيء استقرار الوضع السياسي والأمن السياسي. يعني بعض مع الأسف هذه الدورة دا أشوف في من خلال لقاءاتهم، من خلال انتشار برنامجهم السياسي لمشاركتهم في العملية الانتخابية، يعني أكو شعارات لم يكن من مصلحة إقليم كردستان. فبالعكس نحن شعارنا شعار الاستقرار والأمن، شعارنا التسامح، شعارنا التساوي، شعارنا خدمة، تقديم الخدمات للشعب الكردستاني. لأن الشعب الكردستاني شعب مظلوم، شعب مظلوم ويحتاج كل الخدمات اللي إحنا نقدر نخدمهم، لازم ما نقصر. فبهذه شلون نقدر نخدمهم؟ يجب تقديم المشاريع للبرلمان. أكيد أكو خطوات عندكم مثلا. بالضبط. أي مثلاً. مشروع للنساء، مشروع للشباب، مشروع للطلاب، مشروع للعمالين بشكل عام ولا تركم بشكل عام. مشاريع يؤدي إلى تهيئة الأطراف السياسية، مشاريع لاستقرار الوضع السياسي، مشاريع لإيجاد الحل لبعض المشاكل. هناك بعض المشاكل عالقة لا يزال موجودة، فلازم تقديم المشاريع. مشروع مهم بالنسبة إلي أن يكون لدينا دستور، لأن هذا الدستور سوف يحمي جميع الحقوق المحرومة. دستور خاص بإقليم الكردستان، بشرط أن لا يكون يتنافس مع الدستور العراقي. فهذا الدستور كل شيء مهم. يعني يجب على كل الأحزاب السياسية
في هذه الدورة أن يتفقون على مشروع موحد بتقديم هذا المشروع فيدون على الأصوات على هذا الدستور حتى يكون لدينا دستور إقليم كردستان، لأن الدستور يوجد بعض المواد يحمي جميع الحقوق ولم نحتاج إلى القوانين، لأن القوانين مطاطية، قوانين قابلة للتغيير، ولكن الدستور لا يمكن ثابت يعتمد عليه. طيب أردسيت، ليش هذا الـ 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 الآن المناكفات الـ أو التصريحات القوية اللي تصير من قبل الأحزاب، وتحديدا تصريحات يمكن يوم أمس أو قبل أيام من قبل الاتحاد الوطني تجاه الحزب الديمقراطي ومن أحزاب أخرى، ليش بدنا نوصل إلى مرحلة نقوم نشر مشاكلنا على الحبل على قولته؟ هو العملية الانتخابية فرصة لاستحصال عدد من المقاعد على حساب الآخر، على حساب الآخر. فبعض الأحزاب يعرفون كيف يشاركون في العمليات الانتخابية، ولكن بعض الأحزاب لم يكن لديهم أي برنامج مقدما، أي برنامج العمل السياسي. والشعب الكردستاني عقلهم وفكرهم واضح، وهم يعرف يدلون الأصوات لأي حزب سياسي، من يخدم هذا الشعب، من يحمي حقوقهم، من يحترم آرائهم. اللي يشاركون في هذه العمليات الانتخابية وخاصة بخصوصا بعض الأحزاب الدعايات الانتخابية، يعني بعض الكلمات يستعملون يتجاوزون تجاوزت العملية الانتخابية. يعني بالضبط، أنا أريد أسوي دعاية انتخابية، يعني أعلن عن برنامجي الانتخابي، يحس نفسه هو ليس حليفا للحكومة وليس هو مشارك فعال، معارض، معارض كمعارض. نعم، ولكن المعارض أوكي معارض، بس تعريف تعريف ثابت قانوني. هو المعارض يكون منظمة أو حزب سياسي يختلف آراء وجهات نظر السياسي مع الأحزاب المشاركين في الحكومة، أو يكون بعض المرات شخص يختلف آراء وجهة النظر السياسي يسمي المعارض، ولكن ليس يكون أي معارض على حساب الشعب. الصبح من الساعة 8 لحد الساعة 3 بالدوام الرسمي هو من ضمن السلطات، السلطة الحكومية، وبعد ساعة ما ينتهي الدوام يتعاملون مثل معارض لكي يحصلون على أصوات كثيرة. فهذا الشعب كردستاني يعرف أكيد. أنا رأيي يعني أنه من يروح أنا أدخل الانتخابات كحزب أو كشخص عندي برنامج، نعم، أجي أطرح توضيح البرنامج، أطرح المواضيع، والناس إذا لهم ثقة بي حيتقبوني، خلي يدلون أصواتهم على هذا الحزب. بالضبط، خلي يستعملون هاي الشعارات، يستخدمون هاي الشعارات لخدمة مصلحة الشعب الكردستاني، لتقوية الأواصر، لتقوية العلاقات، لاحترام الآراء المكونات. هذه الشعارات مستفيدين بذ الشعارات، ولكن الشعارات اللي يستخدمون بعيدا عن وجهات النظر الشعب الكردستاني وليس من مصلحته، بل يؤدي إلى تهميش ويؤدي إلى انشقاقات ويؤدي إلى يعني المشاكل غير المتوقعة. فهذا الشعب لا يريد المشاكل، يراد الشعب يريد من الأحزاب السياسية الأمن والاستقرار والإطمئنان وإيجاد الحلول لبعض المشاكل العالقة بين الحكومة الكردستان وحكومة العراقية. أكيد هاي الأهم شيء بالنسبة للشعب الكردستاني. ليش الآن يعني أكثر مشكلة الآن في حديث في الشارع، واللي هي شلون أقول لك، يعني الأحزاب قاعد يعني كل من يحكي إلى يقول أنا سويت أنا سويت أنا سويت، هي مشكلة الرواتب وتوطين الرواتب. الحكومة العراقية منحت الموظفين رواتب، وأعتقد كل شهرين كل ثلاثة قاعد تمنحهم المبلغ الكافي مال سد رواتب البشمركة والموظفين. ليش كل حزب يقول أنا اللي سويت الرواتب؟ أنا ليش ما يقول إحنا قعدنا مجتمعنا وحكومة ممثلة من كل الأحزاب من كل المكونات الموجودة ورحنا حطينا الحكومة على أنه تمشي الرواتب؟ المشكلة بعض الأحزاب لحد الآن لم يحسون لديهم مسؤولية، هاي المسؤولية السياسية كلش مهم، هاي المسؤولية الشعب
يتمنى أن يكون أي حزب سياسي يشارك في العملية الانتخابية أو أي مواضيع الرواتب. حسنا الموضوع الرواتب أصلا أي موضوع إذا يكون مزايدات سياسية مو مشكلة، بس الرواتب من ضمن استحقاق الموظف كقانونا ملزم وثابت، يجب على السلطات التنفيذية أن يضمن حقوق الموظفين، أي إعطاء الراتب للموظف مقابل هذا الواجبات والحقوق أدلى للحكومة. ولكن هناك بعض الأحزاب السياسية يريدون يزايدون على الشعب، يقولون إذا إحنا كنا من ما كان نطلب من الحكومة، ما كان نطلب من الحكومة العراقية ما كان ينطون الرواتب. صح. لعزين الحكومة الإقليم كردستان شنو شغلة؟ سموه حزب واحد. ليش ما يخلون يشتركون يجتمعون في منضدة؟ مكان واحد. نعم. مكان واحد على منضدة واحدة، حتى يكون يشتركون في آرائهم، يكون لهم خطاب واحد. صح. وموحد، هو خلي يزورون الحكومة الاتحادية بتشكيل الحكومة، بتشكيل هذه الهيئة من ضمن الوزراء المشاركين، يروحون مجموعة من الوزراء وليس فقط الأحزاب. دعم. كل حزب على حدة يزور البغداد ويتناقش. والحكومة الاتحادية العراقية ما يقدر يتعامل ويا أي مؤسسة، لأن يعني الحكومة الاتحادية العراقية يتعامل مع الحكومة الإقليم كردستان. صحيح. رسميا الحكومة الإقليم الكردستان هو ممثل الشرعي بالنسبة للحكومة الاتحادية. الأحزاب جوا الكواليس والخارج عن الحكومة دي يروحون يتفقون لمصلحة حزبهم، هذا لا يدل على مصلحة الشعب الكردستاني، هذا يدل على مصالح الحزبية، مصالح خاصة. نعم. يعني احنا شفنا كثير من التصريحات وكثير من الأحزاب كانت تقول احنا اللي حركنا رواتب واحنا اللي سوينا واحنا اللي سوينا واحنا اللي سوينا. هسا اني خلي اجيب لكم فد مثال. هسا اني نائب رئيس برلمان الثاني لإقليم كردستان الدورة السابقة، إذا صدر قرار من قبل برلمان إقليم كردستان قرار لمصلحة الشعب الكردستاني، أنا يوم أقول أنا يوم أدليت الصوت من عند وتعبت الحق وقدمت خدمة لدي حق. أكيد. وإذا أعرف هذا القرار ليس من مصلحة الشعب، لا والله أنا كان ما عندي خبر، ما صوب، أمتنع عن الحقيقة، عن تصويت. فنفس الشيء هسا يجي يسوون نائب رئيس حكومة إقليم الكردستان من ضمن الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والرئيس الحكومة بوحده وما يقرر، كان من ضمن الوفد، من ضمن الوفد وبوحده، سيد مسرور البارزاني بوحده وما يقرر بالاجتماعات الحكومة الإقليم الكردستان. نعم. وعندنا احنا معلومات دقيقة وثابتة، كلهم يدلون الأصوات على هاي القرار اللي يصدر من قبل الحكومة إقليم كردستان. فبعد ما صدر وذلك لتغطية الشعب، راح يجون بالدعايات الانتخابية يقولون احنا ما عندنا اي الخبر، ليس من ضمن استحقاق الحزب، ما يصير هيك القرارات، راح يصدر من قبل حكومة إقليم الكردستان، هذا يؤدي الى اذى للشعب الكردستاني. اذا يؤذون الشعب الكردستاني، ليش ما عندك موقف سياسي في نفس الوقت؟ راح أنا أطلع من الاجتماع وأسوي مؤتمر صحفي وقول كذا كذا. عندي حق الفيتو، دا استعمل حق الفيتو وأمتنع عن التوقيع. نعم. وأجبر الوزراء، الوزير من ضمن الاتحاد الوطني الكردستاني، هناك عديد من الوزراء في هذه الكابينة، خلي لي يصوتون على هذا القرار وأسوي المؤتمر الصحفي، خلي كل العالم والشعب الكردستاني يعرف هذا موقفكم السياسي تجاه هذا الموضوع. نعم. اللي صدر من قبل حكومة إقليم كردستان. ناخذ فاصل داخل. تفضل. مشاهدينا الاعزاء فاصل قصير، رجع نكمل حديثنا مع السيدة منى قهوجي، خليكم ويانا. مشاهدينا الاعزاء عود ياكم الجزء الاخير من حلقه اليوم من حوار مفتوح، وضيفتنا السيده منى قهوجي نائب رئيس برلمان كردستان للدورتين الرابعه والخامسه، اللي هي الان سابقه يعني،
نائب ايضا رئيس حزب الاصلاح الترجمان. نائب رئيس حزب الاصلاح. نائب رئيس. نائب. نعم. نائب رئيس. ان شاء الله رئيس. علاقتكم مع الاحزاب التركمانيه في نعم. كركوك وباقي المحافظات، ممكن بالموصل وفي كركوك. في كركوك صلاح الدين. نعم. علاقاتكم مع الاحزاب التركمانيه وتوجهاتهم؟ علاقتنا علاقه جيده، علاقه من ضمن المواقف السياسيه، لان مثل ما ذكرت هناك توجهات سياسيه، هناك اراء مختلفه، أهداف نفس الهدف، ولكن هناك بعض الآراء مختلفة، يمكن لا يمكن التجمع في بعض المواضع أن يكون متفقين. نعم. هي شوفي أكو نطاق عام. نعم. وأكو نطاق خاص. الإطار العام نحن متفقين. على إذا أي موضوع متعلق بمصلحة الشعب التركماني. نعم. نحن متفقين. بس الإطار الخاص بالنسبة لمصالح الحزب. لمصلحة الشخص ونحن ليس متفقين. يعني مثلا كقومية تركمانية ما عدا أي مشكلة بأفكار القومية، الأفكار لدينا نفس الهدف. نفس الهدف. نعم. وتختلفون بال يعني بالأطر الشخصية أقدر أقول. هناك اللهجات، لهجات مختلفة. يعني اللهجة التركمانية الأربيل يختلف عن اللهجة التركمانية الكردية. هي هاي اللي تخليكم تختلفون؟ لا. بالأفكار؟ لا هذا هذا بعد وين تختلفون بالافكار؟ ليش تختلفون بالافكار؟ يعني ليش على سبيل المثال حزب الاصلاح التركماني قرر بمشاركه الانتخاب من ضمن استحقاق المكون الكوتا مقعد في كردستان. في كردستان. انا اقصد مع الاحزاب الاخرى اللي في الاحزاب الاخرى في كركوك. نحن كحزب الاصلاح التركماني لحد الان لا يوجد اي فرع في كركوك، ولكن لدينا تنظيمات جماهيرية. عندكم تنظيم هناك؟ نعم لدينا تنظيمات جماهيرية. متوحدين مع حزب معين؟ لا ما متوحدين. ما دخلتم؟ ما دخلتم انتخابات برلمان العراق؟ في حان الوقت الانتخابات نحن نسعى لأي حزب يخدم لمصلحة الشعب ويحمي حقوق المكونات. ما لكم نية الدخول في برلمان العراق؟ إن شاء الله. إن شاء الله. المستقبل؟ السنة القادمة إن شاء الله راح يكون حزب الإصلاح التركماني لديه قائمة خاصة، لأن يعني لحد الآن عديد من الدورات في برلمان. وين كنتوا تدخلون ويا الديمقراطي؟ لا وحدنا. لا الدورات السابقة. لا دورات سابقة هم مشاركين. ما شاركتوا؟ لا لحد الآن ما مشاركين، لأن كان لدينا مقعد كوتا من ضمن مجلس النواب، ولكن هذه الآراء مختلفة. يعني نقطة من النقاط، الأحزاب التركمانية في كركوك لم يأخذ وجهة نظر الأحزاب التركمانية المتواجدة في إقليم كردستان بإلغاء مقاعد الكوتا من ضمن مجلس النواب العراقي. فهذه الاختلافات أدى إلى التفرقة، لأن هذا أدى إلى أذى للشعب. إحنا نريد الكوتا في البرلمان، في برلمان العراق، ولكن الشعب التركماني، الأحزاب التركمانية بعضهم ليس بالشعب، وذلك لمصلحتهم أدى إلى إلغاء مقاعد الكوتا ولم يكن لدينا أي علم. طيب ست منى، شنو الفرق؟ يعني أنتوا إذا الأحزاب الجماهيرية وتحسن في سعادة الجمهور، شنو المانع أن تدخل بدون كوتا؟ يعني أنتوا تعرفون العدد التركمان في إقليم كردستان عدد كبير، وموجودين في محافظات كثيرة في العراق، شنو المشكلة أن تدخلون بدون كوتا؟ يعني على مستوى العراق، على مستوى العراق وعلى مستوى الإقليم. نعم على مستوى العراق، لحد الآن الدستور العراقي حسب المادة 140 لم يتم تطبيق هذا المادة. فهذا المادة بالنسبة للمكون التركماني شيء كل مهم، لأن الكثافة السكانية بالنسبة للمكون التركماني متواجدة في المناطق المتنازع عليه. فهذه إذا لم يحل هذه المشكلة نحن يكون مشاكلنا مستمرة بعدم ما ضمنوا المقاعد في حال شي حال، يعني راح تكون مشاكل، ماكو ما تعرفون النسبة والعدد وكذا. ما نعرف، لأن اكو لحد الآن ما صاير الإحصاء، والإحصاء من 1957 على أساس حسب هذه القرار. نعم شهر 11 هسه راح يجي الإحصاء. نعم بس نفس الشيء ما نستفاد من هذا الإحصاء. ليش؟ لأن كان اكو فتحق من ضمن الإحصاء المكون القومية، الآن رفضوا هذا الحقل القومية. القومية ايه؟ فهذا هسه رفض هذا الحقل البغداد. ايه؟ الحكومة العراقية والبرلمان العراقي رفض هذا الحقل. ماكو قومية؟ لا بالنسبة
البرامج الذي مخططين من وزارة التخطيط. مهم جدا طبعا، اذا كان ما موجود القومية احنا ما نعرف العدد التركمان، عدد التركمان عدد المسيح كله راح يبين. يعني نسبة الكثافة السكانية التركمانية ما نعرف لحد الان في اي محافظة كثيرة. بالتعداد السكاني شالوا فقرة القومية؟ نعم. معقولة؟ ايه بس اكو هذا الحقل مسلم وغير مسلم، يعني بالنسبة للمسيحيين اكو مجال يعرفون عددهم. نعم. نعم بالنسبة لهذا الحقل. نعم. بس بالنسبة للمكون الكردي والتركماني والعرب نفس الشيء. لا مهمة برأيي. يعني كل دول العالم يعني تريد تعرف مكوناتها القوميات، قوميات يعني قومية، هذه قومية كردية، قومية تركمانية، مو فئة أو مثلا الناس هيك جايين متطفلين عايشين بالضبط. في هذا البلد. بالضبط. مكونات أساسية في البلد، قوميات أساسية في البلد. هذه رسالة يعني ما أعرف، أنا يمكن ما بطلع على هذا الموضوع تفصيلا، ولكن أن يكون خالي من القومية هذا شيء. حسب آخر التعليمات وآخر المعلومات وصلنا لم يوجد أي حقل يثبت حقل هذا المكون التركماني. ما انعرض شو اسمه العرض استمارة العرض عرض الاستمارة. إيه ما موجود إيه. شايلين بصراحة ما أعرف يعني، هذا أكيد ما صار فعل، ما صار اعتراض. إحنا يعني كان عندنا رد فعل بس قالوا هذا لمصلحة الشعب العراقي فقط، نعرف عدد النفوس العراق المواطن العراقي بشكل عام، ولكن إحنا إن يكون لدينا ديانة مسلم وغير مسلم. طيب وهذا راح احنا كل العالم كان منتظر التعداد العام للسكان حتى يحلون مسألة بالضبط 140 اللي هي ايش قد كورد اكو ايش قد تركمان، هو يقدر يعرف الفرق بين 87 اخر تعداد. نعم. وهذا التعداد يقدر يعرف ايش قد الفرق بين الكرد اللي نزحوا او العرب اللي نزحوا. فطالما عدم معرفتنا ما راح نحل المشكلة، ما يحل المشكلة، فنحن مضطرين بقبول نظام الكوتا، لأن لحد الآن ماكو مشاركة حقيقية فعالة على مستوى العراق في السلطات التنفيذية على مستوى العراق. ماكو أي مرشح تركماني يأخذ حقيبة تركمانية من ضمن الوزارات، حقيبة وزارية، لا حقيبة وزارية عفوا. نعم. من ضمن المكون التركماني، يعني إذا لم يكن لديه أي فرصة للمشاركة فلم يكن لديه أي فرصة لأن يخدم الشعب. طيب هذه شلون الشعب يرضى بأن يدلي صوته للمرشح؟ هذه مسألة قومية، هذه مسألة قومية توحدتوا أنتوا كأحزاب عليها، يعني أنت هاي مسألة قومية اللي تحكين هسه. ايه؟ كأحزاب تركمانية توحدتوا. نعم. حتى توصلوا صوتكم للحكومة، للرئاسة البرلمان العراقي، رئيس الوزراء، بأنه هذا استحقاق قومي يجب أن نعرف احنا ايش قد عدد التركمان، عدد الكرد، لازم ندخل في الحكومه. لم ناخذ اي جواب من اي طرف. يعني توحدتوا كتركمان؟ نعم. نعم نعم. قدمنا رساله رسميه للسلطات الموجهه، السلطه التنفيذيه ورئاسه الجمهوريه، ولم نحصل اي جواب. كلش قد تجتمعون كتركمان بشكل عام، احزاب تركمانيه على مستوى الاقليم او العراق؟ صار لكم قد ما مجتمعين هيك خلينا نحسب. على مستوى الاقليم نجتمع. اي دا احكي العراق. العراق شو القضيه مختلفه، يعني اذا يعني اكو هناك اختلافات، اذا كان موضوع مهتم بقضيه تركمانيه نجتمع. صار لكم ايش قد ما مجتمعين هيك يقول لي مو هسه اذا نحكي بصراحه. اي بصراحه باقليم كردستان نجتمع. اي بس الكركوك يجتمعون. أيه. بس احنا كحزب الاصلاح التركماني. تركمان لو مو تركمان؟ احنا تركماني. كل تركمان العراق التقيتوا في المره كلكم؟ لا. اي هيك يقول لي. صدر طلب من السيد عبد القادر بازقان رئيس حزب الاصلاح التركماني من حزبنا بان نشارك في الانتخابات السابقه الدوره الخامسه لمجلس النواب العراقي، بان نشارك بقائمه واحده موحده ككل التركمان العراقي. ولكن الجبهة التركمانية العراقية رفض هذا الطلب. رفض. نعم من أجل مصلحته، لأن هم يريدون هذا المقعد يخص للجبهة التركمانية. تعتقدين أكو جهات خلفية داعمة لهذه الأحزاب
تحاول أن تبعدكم مع بعض حتى تبقى مسيطرة على الأوضاع بشكل عام؟ هو بشكل عام يجب أن يكون يعني كل من يدير النار دولات الإقليمية بالضبط دول إقليمية. نعم دول إقليمية يؤثرون على كل الجهات. طيب أنا أعرف أنه تركمان أكثر يعني دائما اتصالكم مع تركيا مع لا إحنا كحزب الإصلاح التركماني اتصالنا مع يعني أنا أشوف الأحزاب دولة الإقليمية مع الإيران ومع تركيا نفس العلاقة. طيب ما في اليوم وجهتكم دعوة من تركيا الأحزاب التركمانية في العراق؟ وجه دعوة من دولة تركيا للأحزاب التركمانية المتواجدين في محافظة كركوك فقط اللي تحت خيمة الجبهة التركمانية العراقية. والجبهة التركمانية العراقية ليس نفس الجبهة اللي كان في سنة 1995 كان عديد من الأحزاب يجتمعون ضموا من الأحزاب تحت خيمة جبهة التركمانية العراقية ولكن الآن كحزب من الأحزاب نفس الشيء شلون هسه حزب الإصلاح التركماني هو حزب الجبهة التركمانية العراقية ولكن وجه الرسالة من قبل دولة تركيا من قبل رئيس السيد يعني أبد ما توجه لكم دعوة؟ إحنا بالنسبة لإقليم كردستان أبد ما يجي أي دعوة. ليش حاسبينكم على الأكراد؟ لا ما حاسبين على الأكراد بس لحد الآن ما موجهين. إيه هي هذه الصورة يعني أنتوا أنا إذا أقول يعني ماكو شخصية تركمانية قدرة الأحزاب التركمانية يؤثرون على وجهة نظر الدولة التركية. الأحزاب التركمانية متواجدين في كركوك ذلك لمصلحتهم لبقائهم أكو ينطون معلومات خاطئة لدولة تركيا بالنسبة للأحزاب التركمانية. تعتقدين أنه هذا التصريح مالتك هو حيأثر على العلاقات التركمانية التركمانية يعني أنت قاعد لا أنا أحكي صراحة أنا وش وجه أنا قايلتهم أنتوا تنطون المعلومات خاطئة لبعض الجهات توجهات معلومات خاطئة والتوجهات خاطئة يعني هم يحسبون الأحزاب التركمانية المتواجدين في إقليم كردستان كلهم تحت سيطرة الأكراد. أي وصلتيني الآن إلى قناعة أنه الأحزاب التركمانية كل من يشتغل مصلحته بالضبط هذا ما حد يشتغل لمصلحة قومية لحد الآن مع الأسف بالكركوكيش بس بالإقليم كردستان نحن متوحدين. ما احنا نحكي على بشكل عام بشكل عام احنا ما نقدر متوحدين متوحدين لمصلحتكم ايضا كأحزاب عايشين بإقليم كردستان. لا احنا بإقليم كردستان متوحدين لمصلحة الشعب التركماني المتواجد في إقليم كردستان. طيب هذا الشعب التركماني الموجود في العراق نحن نناظر من أجل إيصال حقوقه من أجل إيصال صوتهم إلى أي سلطات اللي يحتاجون. بس بالنسبة على مستوى العراق أنا أحكي صراحة كحزب الإصلاح التركماني والأحزاب المتواجدين لا يكون هناك أي دقيقة راح أحرجك. تفضل. كاك مسعود بارزاني يتحدث بصيغة القومية الكردية يشمل الكرد في كل العالم حتى في تركيا وفي إيران. كاك مسعود زعيم الكرد. نعم. فالآن أريد أنا زعيم تركماني ما عندنا اي يجي يقول انا اقدر الم القوميه التركمانيه عندنا رئيس الحزب بس ما في العراق وفي في اي مكان تركمان هو زعيم ما عندكم شخصيه ممكن يكون زعيم تركماني. احنا بالنسبه لحزب الاصلاح التركماني انا كمن القهوه شيء عندنا رئيس حزب بس ما عندنا زعيم. الزعيم لازم يستنبط من قبل الشعب التركماني بالضبط يعني انتم جربتوا انا شخصيا وحزب الاصلاح التركماني ما ادري ليش اقول الزعيم الزعيم الكردستاني سيد المسعود البازلاني يحمي نعم أوكي. اللي يحمي حقوقي انا معاك اللي يحترم حقوقي اللي يحترم مكوني هو زعيم انا معاك زعيم القوميه زعيم مسعود البازلاني اقليم كردستان ومناطق الكرديه لا يحترم جميع جايك تفضل انتم كمكون قوميه تركمانيه نعم قوميه هسه الازيديه مو عندهم شو اسمه كبير لا عندهم يزيد إيه؟ عندهم إيه؟ صابية عندهم إيه؟ المسيح عندهم إيه؟ مقسمين أيضا المسيح مقسمين أديان مختلفة كل أديان عندهم زعيم وبعدين يعودون إلى زعيم كبير نعم. اللي هو الفاتيكان وهو المسؤول عن الديانات وكذا في كل قومية روح في أي دولة كل قومية لها زعيم نعم هذا ما بيها مجال هسه الشيعة سنة مصاح لاني غلطان نعم لا صحيح نجي على الساعة القومية التركمانية أنا إذا أشوف الآن في العراق القومية التركمانية مفككة بالنسبة لوجهة نظر منى نبي القهوة الزعيم
التركماني والكردستاني السيد مسعود. نعم انا معاش زعيم، انا معاش لحد الان لحد كمنطقة الان كمنطقه عدا السيد المسعود البارزاني لم، انا ما اريد زعيم قيادي او حكومي، لا السيد مسعود المامون يعني ما اريد زعيم سياسي او زعيم حزبي، انا اقول كقوميه هسه الشيء على خارج الحزب، خارج عن الحزب نتناقش. السيد السيستاني، السيد مسعود البارزاني صحيح هو رئيس الحزب الديمقراطي، دقيقه جايه السيد السيستاني، دقيقه السيد السيستاني نعم ما يعتبر الان مرجع شيعي؟ بلي صح، مرجع لكل الشيعة تقريبا، ما نجي مقتدى يجي خزعلي يجي مدري منه ولا قاعده احزاب كل ما صحيح، بس منو الزعيم مالهم؟ السيستاني. السيد السيستاني نفس الشيء، هذول القيادات الموجودين في المنطقة واللي يديرون المنطقة أكو من روحي، إحنا زعيم اللي خاص بالقومية بالديانة بال 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 بالنهج هذا اللي تبعه. أنتوا كتركمان أنا دا أشوف أنتوا متفرقين بيناتكم، ما عندكم وحدة، ما عدا خطاب في العراق، ما عندكم خطاب تركماني موحد عراق في العراق وليس في اقليم كردستان. نعم لا عدا خطاب موحد في العراق من اجل مصلحه الشعب التركماني لدينا، ما متفقين عليه، متفقين على خطاب موحد من اجل مصلحه، بس ما متفقين على الزعيم، على اختيار الزعيم التركماني، لانه ما مجتمعين، لان ما مجتمعين بالضبط، واذا اجتمعنا كل واحد يريد لمصلحه الحزب، احنا نريد لمصلحه الشعب اختيار الزعيم وليس لمصلحه الحزب اختيار. هذه النتيجة الأخيرة. نعم هذا. أنا أشكرك. أهلا وسهلا. قهوجي نائب رئيس برلمان كردستان لدورتين سابقة ومرشحة مهمة جدا في هذه الانتخابات، ونائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني، كلمة لك. قدميها للجمهور وهي كاميرتك. نحن. بالتركماني إذا تحبين أو بالكردي. ترشمون رفورم بارتس أدنى سيزارة شكر دارق ويوز 308 نمارس ونا نبي قحواتس. Kürdistan Meclisi'nin seçimine katılacaktı. Türkmenler her zaman bir fikir, bir gönül olarak milletine hizmet etmek ve geleceğine parlak altına atmak için mutlaka oyumuzu münakahvatiye vermesine talep ederim. Şükran cezilen. Şükranlık. Müşahedeyle aza المجتمع دائما كل ما نمر في مراحل في المجتمع العراقي نتألم من نشوف فشريحة مهمة جدا في المجتمع العراقي ما ملتم او مثلا تحتاج الى لملمه. يعني انا بصراحه من محبي جدا للقوميه التركمانيه، لان من القوميات الهادئه واللطيفه جدا في المجتمع العراقي، ما شفنا من عندهم مثلا مشاكل او تناحرات او كان عندهم ناس ارهابيه او كذا، ناس محترمين ومؤدبين وذو يعني تاريخ القوميه التركمانيه. فيأسف أن يعني يأسفني أنا شخصيا أن أشوف القومية التركمانية في كل العراق ما مجتمعة وما عندهم زعيم يدير هذه القومية الكبيرة الجميلة الموجودة من أساس تاريخ العراق. يعني أتمنى إن شاء الله أن يكون لهم صوت، ويتمنى يكون لهم مكانة أكبر مما هم موجود الآن، ويمثلون شريحة كبيرة في المجتمع العراقي. مشاهدينا الأعزاء، هذه تحياتي، تحيات فريق العمل في برنامج حوار مفتوح. إلى اللقاء.